السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا مهمة الووتر ديليفري توصيل الماء، بنكلمه وبيدينا مهمة جديدة اسمها الشارب بليد، الشفرة الحادة أو السيف الحاد. طبعا ده على اسم الوحش اللي احنا بنحاربه. هنا بيقول لي We keep patrolling day and night to protect the only spring in desert. هنا الفاعل معروف اللي هو وي، نحن، يبقى اللي بعده فعل كيب. بيقول لي نحن نظل نحرس يوما نهارا وليلا لنحمي الينبوع النبع او الربيع، فقط الربيع الوحيد عندهم، في عندهم ينبوع وحيد في الصحراء. خلاص، يبقى هم بيعملوا ايه هنا؟ نحن بنعمل ايه؟ باترولينج، كيب باترولينج، بنحرس المكان نهار وليل عشان نحمي الينبوع النبع اللي هو الربيع اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ربيع اهو، ده الربيع النبع او الينبوع. بيقول لي however، مع ذلك او على كل حال، more and more monsters gathering here، وحوش اكثر واكثر تتجمع هنا. Please collect five sharp blades from the blade ghosts and give them to Spring General Zoo. من فضلك جمع خمس شفرات أو سيوف حادة، اللي هم دول الشارب بليدز، هنجمعهم من الأشباح السيفية، اسمهم أشباح النصل أو أشباح السيوف، يعني أشباح السيوف، لأنه هو اسمه بليد، بليد يعني سيف أو شفرة. وأعطيهم إلى اللاقي قائد أو اللواء اسمه سبرينج جو، على اسم المكان، هو اسمه ينبوع، المكان ده ينبوع فهو اسمه اللواء ربيع جو. المهم هندوس على الكلام وهنبدأ لوحدنا هنروح. هنضغط، اللي مش عارف يوصل للمكان هيضغط على المربع ده او الكلمة الخضراء اللي اسمها بليد، شارب بليد. هم دول البليد جوستز، اشباح النصل او اشباح السيوف. طبعا انت معاك المهارة بتاعت الصندر، الساقة هتكون بعيدة عنه بمسافة، وهتضغط كليك يمين عليه عشان يضرب المهارة. خلي بالك عشان هو اسمه اسود هيضربك بشكل عالي، فممكن تموت من 4 أو 5 ضربات. هتشوف دلوقتي، لان لما تتضرب هيقل روحك بالهيلز بتاعك، هتاخد الفانيليا او اي حاجة بتستعيد الهيلز بتاعك. كل ما يقرب منك، لما يكون في 5 3 قدامك او 2، ما تنطش الناحية اللي قدامهم اللي وراهم، لا، نط الناحية التانية اللي عكسك اللي وراك. هو ده، كل ما موت واحد هيدينا سيف حاد. فاكر الجملة بيقول لي هنا collect five sharp blades from the blade ghosts، يعني هنجمع 5 سيوف حادة من وحوش النصل دول. اصبح قال لي you've collected، ده مضارع تمام، انت لسه حالا مجمع 5 سيوف حادة. هنرجع للراجل اللي هو الجنرال، اللي هو ربيع زو، واقف عند الينبوع او الربيع بتاعه.
يبقى فاكر هما كانوا بيحرسوا المكان ليل ونهار عشان يحموا الينبوع دوت، او الينبوع حدنا ليه السيوف الحادة، عشان هو بيقول لي greetings تحياتي او تعظيم، now we have more confidence in guarding the spring. عندي هنا have ده فعل، ها ده فعل رئيسي ليه؟ علشان اللي بعده مش فعل، يبقى اللي قبله فاعل. و نحن لدينا فعل يملك، نحن لدينا او نحن نملك ثقة اكثر في حماية او حراسة الينبوع او الربيع. طبعا جالهم ثقة اكثر لان جالهم سيف حد ممكن يضربوا بيه اي حد يقرب منهم. We won't forget you or your contribution. نحن لن، عندنا want هنا هو الفعل، نحن لن ننساك او اسهاماتك. خلاص يا اولاد هنضغط طبعا عليه، هناخد نقاط خبرة. طبعا هنا بيقول لي مهمة جدا اسمها تيلانت شاينز اجين، المهارة بتلمع مرة اخرى. هنروح التي سي كابتن اللي هو قائد مدينة التوأم. لما نوصل 85، احنا وصلنا خلاص مستوى 85، هنروح لقائد مدينة التوأم عشان ناخد هدية، وهيبعتنا في بيرد ايلاند اللي هي جزيرة الطيور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.